بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا سيدنا يا عظيم. والله لا يهدي القوم الفاسقين خارجين عن سبيل الله. ليقول يستعين باش يكونوا كما قالوا أبناء الله وأحباؤه، وقال لك نصوم لبيبل اللي احنا شعب الله المختار. هم من غارقين في حيارة بفعل انتساب من الشيطان الرجيم، والشيطان لا يحسن صنعا في بني آدم عليه السلام، بل توعدهم بكل الشرور كما ورد في القرآن العظيم، لكي يا رب يكشف حاله ويكشف على ما مقاصده ليضل الناس. وأول الضالين هم الصهاينة، ثم المشركون، ثم الكافرون، ثم الملحدون. يعني تخدم المسألة إذا كانوا ملحدين راهم من بني صهيون، بما أن صهيون عندهم كل القوى، قوى سياسية مادية اقتصادية والمجر. الآخرين عندهم ربما عندهم نصيب من القوة، وهي قوة الكلمة الغير طيبة، الكلمة كلمة الفسق، كلمة الكفر، كلمة التكبر على الناس. والسلام على أهل السلام.